حاليا احنا بنستخدم هذه الاشعه، هذه انواع الاجهزه الاشعه لتحديد علاجات كتير من الامراض ولتوجيه هذه العلاجات عن طريق اشعه، وبالتالي بقى التوجيه ده دقيق وبيجيب احسن نتائج ممكنه. من اشهر الحاجات اللي بتعالج او اشهر الامراض اللي بيعالج من بيها الاشعه التداخليه هي اورام الكبد. اورام الكبد ده مرض شائع في كل العالم حاليا، ونتيجه اورام الكبد دي غالبا بيبقى العيانين المصابين بفيروس سي، وده طبعا مشكله في كل العالم. الحمد لله الى حد كبير في مصر قدرنا نحلها دلوقتي الفيروس سي، وبالتالي ان شاء الله متوقع في المستقبل ان اعداد اورام الكبد هتقل، ولكن حتى هذه اللحظه في عندنا عيانين كتير بيعانوا من اورام الكبد. النتيجه بتحصل ازاي؟ تسلسل الاحداث، ان العيان بيبقى مصاب بفيروس سي ومبيبقاش عارف ان عنده فيروس سي، وبالتالي ما خدش علاج الفيروس. نسبه من الناس اللي عندهم فيروس سي بيصابوا بعد كده بتليف للكبد. تليف الكبد ده طبعا بيأثر على وظائف الكبد عامه وبيأثر على المريض عامه، ونسبه من العيانين عندهم تليف ممكن يصابوا باورام الكبد الاوليه. فالاورام الكبد غالبا اللي بنشوفها في مصر بتيجي نتيجه للتليف اللي كان نتيجه للاصابه بفيروس سي في وقت ما. طبعا علاج الاورام زي ما كل الناس عارفه في علاج جراحي، في علاج كيماوي، في علاجات كتير للاورام، ولكن بالنسبه لعلاج اورام الكبد الاختيارات ما بتبقاش كتيره قوي. فدايما بنقول ان العيان اللي ينفع له جراحه يروح يعمل جراحه، مفيش مشكله بيعالج جراحيا. نسبه كبيره جدا من العيانين تبقى حاله الكبد او حاله صحتهم حالتهم العامه لا تسمح باجراء الجراحه، وبالتالي تم التفكير ان يكون لازم في حل بديل، مش لازم يكون في حل العيانين عندهم الاورام ديت. فجه هنا دور الاشعه التداخليه ان هي بتطرح حل بديل لعلاج هذه الاورام بطريقه ابسط بنتائج احسن بمضاعفات اقل من العلاجات الاخرى.